معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أبو المعاطي السندوبي. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو المعاطي. أهلا وسهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. بداية أستاذ أبو المعاطي، لو نركز على ما صدرته صحيفة اليوم السابع، تحدثت عن أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى. كيف قرأتم تصدير اليوم السابع لهذا الملف؟ هو طبعا اليوم السابع معروف توجهها السياسي، ومعروف ايضا توجه رئيس التحرير، وبالتالي كل الاخبار اللي هي بتنشرها مشكوك في صحتها، ومطلوب منها دايما انها تكذب الاخبار اللي بتنشرها قبل كده، لدرجه ان احنا كصحفيين بنقول دايما ان هذه الصحيفه تحتاج الى قسم صحفي اسمه قسم التجديد، لانه الكلام اللي هم قايلينه في المانشيت بتاعهم بيتنافى تماما مع التهمه الرسميه اللي موجهه للسفير معصوم مردوك. ما بيقولش عليه عميل للاخوان، ده بيقول المنضم لجماعه ارهابيه. اذا الدكتور السفير معصوم منضم للاخوان وليس عميل للاخوان، فكيف هي تقول ان هو الاخوان عندهم خطه لاستخدام وجوه مدنيه، بينما الاتهام الرسمي انه هو عضو في الاخوان المسلمين. ده يبين مدى زيف وهشاشه الاتهام اللي هي بتوجهه. اثنين، من الناحيه الصحفيه المفروض اذا كان هي بتقول ان الاخوان عندهم خطه لاستخدام الوجوه المدنيه، فالمبادرة بتاعت السفير معصوم بتتضمن عزل سياسي للإخوان. كل اللي مارس العمل السياسي خلال العشر سنوات الأخيرة ممنوع من ممارسة العمل السياسي، فإزاي هو هيبقى وجهة مدنية للإخوان وفي نفس الوقت بيمنع الإخوان من العمل السياسي؟ يعني ده يبين مدى كذب وادعاء هذه الصحيفة في نشر أخبار لا أساس لها من الصحة. ثالثا، وده النقطه المثيره للجدل، انه فين هي الخطه اللي هي بتقول عليها ان الاخوان قرروا يستخدموا وجوه مدنيه لاظهارها في الصوره ومواساه الدور في الضغط على النظام السياسي؟ نعم. السفير معصوم منصور معترف بشرعيه السيسي وبيقول ان انت رئيس شرعي وانك انت نعمل استفتاء، لو اخذت 50% زائد واحد كمل، لو اخذت اقل من 50% زائد واحد يبقى انت تتنحى. اذا طيب، هو معترف بشرعيته، والاخوان مش معترفين بشرعيه السيسي اصلا، وبيعتبروه قائد انقلاب عسكري. طيب استاذ ابو المعاطي، نعم، اذا تابعنا ما جاء في صحيفه اليوم السابع، لو ناتي بصحيفه اليوم السابع هنا على الشاشه نتابع ما كتبته في سياق هذه الاتهامات. تتحدث عن شلة ما تسميهم بمعصوم مرزوق وشلته كما تقول، وأنهم تم استخدامهم ككروت جديدة للهجوم على الدولة المصرية. هذا الخبر الذي حظي بمكانة كبيرة في صحيفة اليوم السابع، إذا تابعنا عقب إلقاء القبض على مرزوق وأيضا 15 آخرين من القوى الوطنية، لم تتطرق صحيفة اليوم السابع ولم تكتب أي خبر عن حملات الاعتقالات التي طالت هؤلاء الشخصيات. كيف نفهم غياب هؤلاء من أجندة اليوم السابع عقب إلقاء القبض عليهم، ثم الآن نرى التركيز الأساسي عليهم كوجود صور لهم ووجود صور أيضا لغادة نجيب ونرمين حسين؟ لانه الناس دي حتى كمان بيكذبوا صحه الخبر اللي نشرته اليوم السابع. الدكتور يحيى العزاز في مواقفه العلنيه تجاه الاخوان لديه كثيرا من الصراعات الفكريه ولديه وجهات نظر لم يخفيها في انتقاداته للاخوان، فازاي هيبقى عميل للاخوان؟ وبالتالي فهي ما نشرتش حاجه عن ده. نفس الوضع ينطبق على الدكتور رئيس سلامه، نفس الوضع ينطبق ايضا على سعودي، نفس الوقت يتفق ايضا على الاستاذه نرمين. فكل دي نماذج تؤكد كذب وادعاء الخبر وعدم وجود اساس صحيح له، وبالتالي هم
هم بيلجأوا للحيلة الصحفية القديمة اللي كانوا بيستخدموها دايما، هو محاولة خلق عدو اسمه الإخوان البعبع، وإن أي واحد يعارض النظام السياسي حتى لو كان شيوعي حتى لو كان يساري يبقى هو واحد من هذا البعبع اللي هو اسمه الإخوان. طبعا هذا المحاولة فشلت في إنها تقنع الرأي العام المصري إن كل من يعارض السيسي هو إخوان، لأن الناس العادية حتى اللي ملهاش أي انتماء سياسي لأي تيار أيا كان أصبحت معارضة للسيسي نتيجة السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة وانهيار منظومة التعليم والصحة وعدم وجود حتى أي غطاء اجتماعي للطبقة الوسطى أو للفقراء في حمايتهم من موجات الغلاء. فهي بتحاول دائما تصدر للرأي العام أن هناك مؤامرة وأن هناك عدو يريد أن ينقض على مصر التي يمثلها السيسي، وبالتالي هذا العدو يستخدم أساليب ووسائل متعددة ومتنوعة لمحاولة هدم النظام القائم. النظام القائم هو بيهد نفسه بنفسه، لأن السيسي لم يترك أحدا يعارضه إلا ووضعه في السجن واعتقله، وبالتالي فأي ادعاء بأن كل المعتقلين هم إخوان أو بأن كل الذين يعارضون السيسي هم إخوان هو ادعاء لا سند له عند الرأي العام المصري. الناس العادية لماحة وذكية وبتلقط وهي طايرة وعارفة إن بعبع الإخوان وشماعة الإخوان ما عادش لها أدنى مصداقية عندهم. وصلت. وبالتالي هم بيحاولوا يديروا مكنة الكذب ومكنة الادعاء والتهم الكاذبة مرة أخرى، وده بيفقدهم كل يوم والتاني من بقيتهم، لأن دول تحولوا عمليا ليسوا إلى صحفيين إعلاميين، دول مرتزقة. وصلت فكرتك وشكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، كنت معنا في سياق هذه الحلقة.